إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في درس جديد وفي تحليل جديد من قناتكم، قناة العلم يعرف الكذب. سنقوم بتحليل الإيثريوم، عملة الإيثريوم، لنرى ماذا وقع فيها وهل من جديد في هذه العملة. لكن قبل البدء أدعوكم إلى الاشتراك في قناة التليجرام المجانية، هذا هو رابطها، سأضع لكم في صندوق الوصف. وعدد مشاركي لحد الساعة 14774. في هذه القناة نضع أرباح المشاركين في دوراتنا التدريبية وعروضنا فيما يخص دوراتنا التدريبية، ولا بأس أن نشارك معكم أرباح مشاركين في دوراتنا التدريبية لليوم، اليوم 7 يونيو. إذا لاحظوا اليوم 7 يونيو 2022، ولنشارك بعض الأرباح معكم حتى تروا يعني قوة دوراتنا التدريبية. تعرفون أنا لا أعطي توصيات، الإخوة كلهم يعني يعتمدون على أنفسهم، أخذوا الدورة وهم يركزون فيها ويطبقون ليعتمد على أنفسهم. إذن هذا الأخ يحقق 94%، يعني وقال دخول الصفقة كما تعودنا من أفضل منطقة. شكرا لك أستاذي. هذا الأخ كذلك يحقق 123% مع شعارنا بوم. كذلك هذا الأخ يحقق 111% من تحليلك الأخير للبيتكوين أخ وسام، كما تلاحظون. الأخ كذلك يحقق للمرة لاحظوا ماذا كتب، للمرة الثالثة على التوالي من 400 باوند تصبح 1200 باوند. رائع جدا، أجمل لحظات هي حصاد أرباح بالعلم والمنطق والثقة الكاملة بأن العلم لا يعرف الكذب. وأكثر لحظات المؤسفة هي تحليلات القنوات الأخرى وتضليل الناس بتحليلات شبه المقامرة، يلعبون بأموال الناس ويعطوهم نصائح تخسرهم أموالهم. شكرا لك أستاذ وسام، إن شاء الله لك مستقبل باهر وسيصبح اسمك مرجع لجميع الناس في التحليل والمصداقية، بارك الله فيك. شكرا أخي الكريم. كذلك هذا الأخ يحقق 31%، هذا الأخ يحقق 106% فقط اليوم، فقط اليوم هذا الأخ يحقق 654%، ملك المنطق، أشكرك من قلبي أخ وسام. شكرا أخي الكريم. هذا الأخ يحقق 322%، لاحظوا الأرباح فقط اليوم 7 يونيو 116%. هذا فيديو لصفقات مباشرة للإخوة الذين يشاركون في دوراتنا التدريبية، يعني يشاركون معي كل شيء، لأنني أنا إنسان أشارك معهم كل شيء، كل شيء واضح، ليس لدينا شيء مخفي. لذلك إذا أردت الانضمام إلى هذه العائلة، عائلة العلم يعرف الكذب، ستجد رابط الاشتراك في الدورة، دورة تحليل الموجة ودورة برايس أكشن أسفل في التعليقات، ورابط تليجرام. خذ الرابط كاملا واطلب رسالة صوتية باسمك لتجنب النصابين. لا تنسوا الذهاب كذلك إلى الموقع biprowavetrader.com. في هذا الموقع يعني نضع مقالات وكتب يمكنكم تحملها مجانا، فقط تضغط على إبدال مجانا، دعم لك الخاص، وتصلك الكتب إلى إيميلك الخاص. تحذير: التداول مهنة خطيرة يمكن أن تخسرك أموالك، لذلك كل ما نقوم به في هذه القناة هو مغزى تعليمي تثقيفي 100%، لا نعطي لا نصائح مالية ولا استثمارية. إذا ضغطت على زر الشراء أو البيع فأنت المسؤول، مسؤولية تامة عن قراراتك. قناة العلم لا يعرف الكذب لا تتحمل أي مسؤولية، كل ما نطلبه منك هو أن تراقب تقارن، وإذا عجبتك الطريقة يمكنك الانضمام إلى عروضنا وإلى دورتنا. طيب ماذا لدينا في الإيثريوم؟ تتذكرون في الإيثريوم لما حللنا الإيثريوم أخوتي الكرام، وفقط الإشارة، هذا هو رابط تيليجرام إذا أردتم الالتحاق بدورتي، إما هذا الأروباس أو تعمل t.me/ هذا الاسم. إذا لاحظوا أنا إذا ذهبت إلى فريم اليومي ستجدون أنه لدي موجة دافعة ثم هذا التصحيح. هذا التصحيح هل اكتمل؟ لازل لم يكتمل، لكن قريب من أن يكتمل. لماذا قريب من أن يكتمل؟ أولا لأنه لاحظوا لدي divergence، لدي ABC، مما يعني أنه يا إما سيكون عندي انعكاس في الاتجاه، يا إما على الأقل تصحيح كبير أكبر من هذا التصحيح إذا كان الإيثريوم ناوي للنزول، لأنه لدي divergence كما قلت. لاحظوا هاتي divergence، اختلاف بين القيعان بين المكد والسعر. أوكي إذا الآن ما أريد أن أرى هو، لاحظوا كذلك لدي نقص في الزخم بين هذه الموجة وهذه الموجة. ما أحتاجه هو فقط اكتمال هذه الموجة لكي أبحث عن الصعود، أو على الأقل ذلك التصحيح الكبير اللي راح يكون أكبر من هذا التصحيح. بالتالي تحليلي لازم يكون في هذه الموجة من هنا إلى هنا هكذا. سأنزل إلى فريم 4 ساعات، ماذا لدي؟ لا لاحظوا ماذا لدي، لدي موجة تصحيح، موجة تصحيح، هذا هو أكبر تصحيح، ثم هذا تصحيح هنا، ثم موجة. إذا لاحظوا لدي موجة تصحيح ثم موجة زيادة في الزخم، حتى الموجة الأخيرة بها زيادة في الزخم. بالتالي إذا أردت أن
تكتمل هذه بنية هذه الموجة أحتاج إلى تصحيح كبير، أكبر تصحيح يكون أكبر من هذه التصحيحات في هذه المنطقة اللي هو ممكن يكون هذا التصحيح، ثم يعود الإيثريوم يكسر القاع، تبقى لديه دايفرجنس حتى تكون هذه الموجة على شكل A B C، ثم بعد ذلك أي انعكاس الاتجاه بنسبة 100%، ثم تصحيح، هذا هو صعودي للقمم. تلاحظون؟ إذا هذا ما أريد أن أراه. لذلك عندما نزلنا إلى فريم 15 دقيقة، تذكرون في الفيديو الماضي، تذكرون هذه المنطقة، منطقة الدخول والصفقة هنا، وخرجنا في هذه المنطقة، ورأيت في تعليقات شخص يقول يا أخي أنت خرجت مبكرا، لن تحترم الهدف الذي كان هنا. لاحظ لماذا لم أحترم الهدف. شفت؟ أفضل منطقة كان يجب الخروج منها هي تلك المنطقة التي خرجنا منها. لماذا؟ لأنني رأيت أن هناك نقص في الزخم، أن هناك مشكل في هذه المنطقة، لذلك خرجت. تلاحظون؟ يجب أن تقرأ حركات السوق. إذا الآن هل هذا يمكن أن يكون تصحيحا للنزول؟ أي ممكن يكون تصحيح للنزول لكسر القاع. إذا كسر القاع فهذا يؤكد تحليلنا الذي هو أن هذا ران ينفلات. إذا كسر القاع. طيب، إذا لم يكسر القاع وبقي الإيثريوم يلعب في هذه المنطقة، سيكون فقط تصحيح معقد، سننتظر. يعني إذا رجع مرة أخرى إلى هنا، فهذا سيقول إنه هذا فقط تصحيح لوحده للنزول، وهذا فقط للتلاعب بك لدخلك في صفقة شراء. لذلك انتبهوا انتبهوا انتبهوا، أنا لست مهتما بهذا. ممكن ينزل الإيثريوم، لكن هذا النزول بسيط، ليس هذا هو آخر همي، هو النزول. فقط انتظروا أن يتم كسر القاع، انتظر ليتم كسر القاع لأقول أن هذا هو تصحيحي رانين فلات. تلاحظ، وستكون الموجة الآن هي هاته، هذا هو التصحيح. إذا راح يكون هذه موجة أولى، ثم تصحيح، ثم ربما هذه هي الموجة اللي راح تنزل تكسر القاع فقط. إذا لم يحدث هذا الأمر، اتس اوكي، ننتظر لنرى ماذا سيحدث. هل سيكون هناك تعقيد أكثر؟ ممكن يرجع ثم يعود يعطينا هذا النموذج ريجولار فلات ثم ينزل مرة أخيرة. ممكن احتمالات كثيرة. لذلك أنا ما أريد أن أرى هو كسر هذا القاع اللي هو 1703 دولار. بعد كسر القاع هنا ستكتمل بنية هذه الموجة كلها، راح تكون هذه الموجة على شكل A B C. فقط المشكلة لدي أن هذا التصحيح بالمقارنة مع هذه الموجة صغير، بالتالي هل ممكن يكون لدينا تصحيح أكبر في هذه المنطقة؟ إيه والله ممكن للنزول، فيجب الحذر، لأن كل ما كانت الموجة الدافعة كبيرة كل ما كان التصحيح كبيرا. هذا التصحيح يمكن أن يكون أكبر تصحيح، لكن هذه الموجة كبيرة، فبالتالي أتوقع أن يكون في مشكل. لاحظوا، مثل هذه الموجة كبيرة تصحيحها كبير، مثل هذه الموجة كبيرة تصحيحها كبير. كلما كانت الموجة كبيرة كلما كان التصحيح كبيرا، دائما أضع هذا الأمر بين عيني. لذلك ننتظر، إذا كسر القاع جميل جدا، خلاص انتهت الموجة، نحتاج فقط أي ارتداد بنسبة 100% لهذه الموجة الأخيرة، ثم تصحيح، وهذا هو صعودي. لكن إذا لم يتم كسر القاع، قد نتوقع أن يرجع الإيثيريوم إلى هنا، ثم يصعد، ثم يرجع، ثم يصعد، ثم يرجع، يعطيك تصحيح كبير، ثم ينزل، يتلاعب بك في هذه المنطقة لمدة طويلة، يخسرك أموالك، وبعد ذلك يرجع. فانتبهوا من هذا الأمر. هذه فقط بعض الأمور التي نضعها لكم حتى تفهموا كيف نحلل. لذلك انتبهوا. فيرجى الانتباه. إذا كسر القاع خلاص انتهت هذه الموجة. إذا لم يكسر، وما هي أهدافنا إذا كسر القاع؟ هدفنا في الصعود، هدف في الصعود راح تكون أولا القمة كهدف أول، هذه القمة أي مستوى 4800. ثم هدف ثاني هو الهدف الثاني هو هو 5552 دولار، هذا هو الهدف الثاني. اوكي، اذا هدفين لدينا، فقط الصبر تكتمل هذه الموجه، لان لاحظوا هذه موجه نحتاج الى تصحيح لها ثم كسر اخير، بشرط ان لا يكون هناك تزايد في الزخم. اي ارتداد تصحيح هذا هو صعودي. اذا كان هناك تزايد في الزخم هذا مشكل. اذا كان هناك تزايد في الزخم، يعني اذا كانت الموجه اطول، سنتوقع ربما تصحيح كبير.
للنزول اكثر، يعني مصيبه هذه. لكن اذا او سننتظر ان يرجع السعر بنسبه 100% لهذه الموجه، ثم تصحيح لان نكون متاكدين ان الايثيريوم صاعد. لكن اذا كان هناك نقص في الزخم اتس اوكي. okay. اذا كان هناك يعني اذا هذه الموجه لم نحصل فيها هذه الموجه الثانيه على طول اكبر اتس اوكي. okay. دائما نبحث عن فقط موجه دافعه تصحيح وهذا هو صعود. اذا كما تلاحظون هذا هو تحليلي لي الايثيريوم. اتمنى انكم تستفيدون من هذا الفيديو. اذا اذا اردتم الاستفاده اخوتي الكرام من المنطق، من مدرسه المنطق، ما عليكم الا التحدث معي عبر هذا الرابط. هذا هو الرابط، هذا رابط تليجرام، خذوه كاملا. انا الذي اجاوبكم مباشره اخوتي الكرام، اطلبوا رساله صوتيه باسمكم. هذا هو الرابط كما قلت، خذوه كاملا، اطلبوا رساله صوتيه باسمكم. لا تنسوا ان هدفنا هو تعليمكم وان العلم يعرف الكذب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.